على غير العادة بدا ميدان التحرير خاليا عكس الجمعات السابقة، أين كان المتظاهرون يحتشدون بالآلاف مباركين عزل الرئيس محمد مرسي. وكانت حركة تمرد قد دعت اليوم إلى إفطار جماعي تحت عنوان لم الشمل والإشادة بقائد الجيش عبد الفتاح السيسي. يا جماعة الجيش ما نزلش بانقلاب عسكري، لا الجيش نزل بناء عن طلبنا احنا رغبة الشعب، يعني احنا الشعب اللي طلبنا من السيسي ينزل. حطينا نظام ضحك علينا وتاجر علينا بالدين، حط الدين في ستاره وضحك على الغلابة بالزيت والسكر عشان ياخد اصواتهم. عكس مشهد التحرير بدا ميدان رابعة العدوية يعج بالمتظاهرين منذ صباح اليوم تحت رقابة مشددة من اللجان الشعبية خوفا من دخول مسلحين. وأديت صلاة الجمعة في مليونية الزحف تحت أصوات تدعو بعودة الرئيس محمد مرسي وتحقيق مطالب الثورة. لا احنا بنقول احنا بلد ديمقراطي، الدكتور مرسي أمسى فيها قواعد ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير واحنا بنحافظ عليها. اللي احنا شفناه بعد انقلاب السيسي الخاين العميل قتل في المصريين، قفل القنوات الإعلامية، قفل الصحف، اعتقل الناس بدون أي سبب. في أول مرة في حياتي انتخابات حرة نزيهة ويأتي بإنسان معين لا يملك من الأمر شيء. أين أصوات شعب مصر؟ تأتي مليونيات رابعة العدوية في يومها الثاني من شهر رمضان لتؤكد رفضها لحكومة حازم الببلاوي وتنتقد السياسة المنتهجة ضد الإخوان المسلمين. جمعة الزحف هي المسيرة المليونية التي ينظمها مؤيدوها رئيس المصري محمد مرسي بميدان رابعة العدوية، مطالبهم تتمثل بعودة الرئيس محمد مرسي إلى صلاحياته الكاملة ولن تتوقف إلا بعودة مطالب شرعية. في وقت يواصل معارض الرئيس محمد مرسي اعتصامه بميدان التحرير مطالبين بتأسيس مرحلة سياسية جديدة. حسين مصالح، مفاد قناة زير تي في، القاهرة.